هذه العملية تندرج في إطار الإجراءات المتخذة من قبل السيد رئيس الجمهورية، وهو يعني توفير كل المواد واسعة الاستهلاك بالوفرة اللازمة والتي تكون في متناول الجميع وبأسعار جد مقبولة على مستوى الأسواق المحلية. اليوم رانا لاحظنا يعني في الدفعات الأولى التي استفدت منها الولاية أن 3000 رأس تاع غنم راح تتباع بأسعار جد مقبولة 1850 دينار جزائري، وعندنا الدفعة الأولى من رأس الغنم البقر هي 73 رأس التي سوف إن شاء الله توضع بأسعار في متناول الجميع 1350 دينار جزائري. رانا بدينا في الإنتاج بمعدل إن شاء الله 300 حتى 400 رأس في اليوم، إن شاء الله نلحقوا هذا المعدل إن شاء الله. لحد الآن اليوم رانا لاحظنا أول ذبح الله يبارك، جودة عالية، نوعية رائعة، لحوم من طراز الأول، ما فيهاش أمراض، ما فيهاش مشاكل، لحد الآن نوعية جيدة جداً.